سيد الوزير، حسب المندوبية السامية للتخطيط 13.8 من المغربيات أي أزيد من 1.5 مليون امرأة مغربية كنا ضحايا العنف الإلكتروني. كما كشفت حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني عن ارتفاع نسبة ضحايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18%. كما أكدت التقارير أن نسبة 50% من مستعملات الأنترنت كنا ضحايا العنف الرقمي مرة واحدة على الأقل، وأن 87 من ضحايا فكرنا في الانتحار، وأن نسبة كبيرة منهن قد يغادرن مكان العمل، وفتيات تركن كرسي الدراسة. أرقام ضخمة ومخيفة، لكنها تكشف عن الواقع المعاش والذي يرصد لنا تعاظم واستمرار معاناة النساء والفتيات من ظاهرة العنف والتحرش التي انتقلت من الواقع الاجتماعي والفضاءات العامة نحو الفضاءات الافتراضية. فما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المتزايد لهذه الظاهرة الخطيرة؟ وشكرا. الشيء ديال التحرش طرح مشكل كبير في وسائل التواصل. دابا كلشي كيتحرشوا به، لا النساء كيتحرشوا بهم، لا الرجال كيتحرشوا بهم في هذاك وسائل التواصل الاجتماعي، كارثه. ما عرفتكم انتظروا القانون الجنائي، ما بغيناش نديروا نص مستقل نبداو نضربوا به. عندنا خطر، عندنا الذكاء الاصطناعي دابا اللي جا. عندنا دعوه في الولايات المتحده الامريكيه حول الاغتصاب الافتراضي. واحد السيد خدا الصوره ديال واحد السيده ودارها انها بحال كتكلم معاه وجالسه معاه، لان بالذكاء الاصطناعي واعتبرته امام المحكمه. كنشوفوا المحكمه الامريكيه اش غتقول في الموضوع، لان هادشي جاي وما يمكنش تفتح الفيسبوك ولا داك العجب كامل وما تلقاش شي تحرش في شكل من الاشكال. ولكن مع النونس حنا كنجيبوا التكنولوجيا وما كنديروش لها قانون. دابا الان في القانون الجنائي كاين مجموعه تاع النصوص كنتظروا باش يجي عندكم، وانا ذاك غادي نتشددوا في هذا الموضوع هذا. تاكدي بان حيت غادي يجي غادي تكوني معنا في لجنه تعدل التشريع وزيدي تشددي، انا معاك سنتشددوا. راه الا ما كانتش العقوبه والا ما كانش الضبط راه ما غيكونش الحل هذه المواضيع هذه. راه ولا دابا اللي شد الفيسبوك جد تيبقى ينشر ويقول الاكاذيب ويقول الكلام ويلصق شي في شي، كتسمع شي اشياء غريبه. انا كنحل الفيسبوك الصباح دابا بقيت كاع كنحلو، لان غير كنحل كنلقى شي عجب، عفيت راسي من داك الشيء كاع، ما بقيتش كنشوف لا هي لا واتساب لا والو. حيت وصلنا لهذه الدرجه هذه اعتقد ان القانون والزجر والعقاب هو الحل. وحنا بناء على القانون اللي كنظم هذه المساله هذه اللي هو 1303 و447 7442 جوج، دابا الان في القانون الجنائي تشددنا اكثر من حيث يجي القانون الجنائي. انا ذاك نتناقشوا اذا كانت حاجه نضيفوها باش نضعوا حد لهذا التسيب هذا. شكرا. ان هذه الظاهره، وسنأكدوا احنا ايضا ان العنف الالكتروني او الرقمي هو خرق صاخر صارخ لحقوق الإنسان، إذ غالبا ما يكون على شكل ابتزازات مادية وانتهاكات جنسية من طرف الجاني.